القدرة والقوة التي بها يتحقق العصيان واقتراف الآثام تضمر تضعف بهذا الصيام. لكن الشر كله يجتمع عند غروب الشمس، عندما يفطر وينقض على المائدة التي بسطت طولها طول نص الليل هذه ويثريها فريا، عند ذلك ينهدم ما بناه في الصيام. عندما تكون النفس في لحظة هي فيها أشوق ما تكون إلى شهواتها ورغباتها، يعطيها الخيط والمخيط. لهذا من الهدي النبوي أن المرء يكون إفطاره ابتداء على التمر والماء. ولا تحرم زينة الله، لكن يحرم الشبع الزائد والتخمة والامتلاء الزائد، هذا الذي يحرم، وبسط الموائد التي لا داعي لها. الجوع فضيلة عظيمة، وقد قلت في اللقاء الماضي، قلت بأن الجوع ينور الباطن ويصفي الجوارح كما يصفي البدن وينقيه، وأن الصوم صحة كما جاء ورد في الحديث صوم تصح، كذلك هو صحة للأرواح والأنفس وإشراق لأنوار الإيمان في الجوارح والحواس. حتى إذا جاءت الليلة المنشودة والأمنية المقصودة تكشفت للبصائر لا للأبصار. ليلة القدر تنكشف للبصائر لا للأبصار، فأنى لبصيرة أظلمت أن تدركها وأن تشاهدها. أما الأبصار فإنها مفتحة للطائع، كل طائع وكل عاصي ربما يكون مفتح البصر في تلك الليلة، لكن لا تشهدها إلا البصائر، ولا تشهدها إلا البصائر المتوقدة المنيرة المشرقة.